السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشارككم اكل خفيف جدا وصحي هنعمله مع بعض. هي شوربة خضار. المكونات بتاعتنا جزر وبطاطس وكوسة وبروكلي وفاصوليا حمراء وطماطم. طبعا انا ما حطيتش ولا بصل ولا ثوم ولا اي شيء خالص، عشان احنا يعني لو حد تعبان يعني البصل والثوم بيتعب، فاحنا خلناها حاجات صحية كده يعني من غير اي حاجة. وطبعا معانا كمان بسلة. كل ديت هنحطه على بعضه، وبنحط دلوقتي فلفل اسود وبس، كمون والملح مش اكتر من كده. ومعايا نص مكعب مرق الدجاج، بحيث ان انا ما عنديش شوربة ازود بيها فحطيته معاهم. طبعا هكمل تقطيع كل الخضروات ديت، وبتكون كويسة جدا وصحية وخفيفة، يعني لو حد تعبان او كده مش عايز ياكل مسبك وطبيخ وحاجات من دي. انا خلاص حطيت كله وقلبته على بعضه، دلوقتي زودت شوية مية وهسيبهم يستووا مع بعض. وانا بعمل شوربة الخضار عملت جنبها سبانخ باللحمة المفرومة، وهعملها في المعجنات في عيش. عملت عجينة هنشوفها. السبانخ هنا في المانيا شفتوا شكلها مختلف خالص عن مصر. انا غسلتها كويس الاول، ومعايا 3 بصلات قطعتهم. طبعا انا سايبة السبانخ في الفترة دي بتتصفى من المية بتاعتها، دي خطوة مهمة جدا. هشوح البصلة بمكعب زبدة صغير وعليه شوية زيت زيتون صغيرين. بعد كده هجيب اللحمة المفرومة وهحاول ان انا اعصجها شوية صغيرين، واحط الكمون والحاجات دي والبهارات بتاعتي. دلوقتي السبانخ انا قطعتها وعطيتها شوية على النار لحد ما تصفي ميتها. لازم نصفي المية بتاعتها كويس، لان احنا لما نحطها في المعجنات يعني ما تبقاش تخر ميتها عليها وتبوظها. بعد كده قلبت اللحمة المفرومة على السبانخ وزودت الملح لاني ما كنتش حطيته. انا دلوقتي بعمل العجينة اللي احنا هنعمل بيها هنحشي فيها السبانخ باللحمة المفرومة. كمية الدقيق على حسب ما انت عايزة. انت لو عايزة تعملي كمية كبيرة بحيث ان انت تعملي شوية بالجبنة وشوية بالسبانخ باللحمة شوية بالسوسيس براحتك. انا حطيت الملح على الدقيق، ومعايا خميرة ودوبتها في شوية مية وقلبتها عليها، واستخدمت زبادي، معلقتين زبادي كده عشان يطروا العجينة شوية، والمية بس كده. هي دي العجينة بتاعتي، بتبقى جميلة جدا وطرية وناعمة في الاخر. وفي الاخر يعني بقعد اعجن فيها كتير جدا لحد ما تبقى طرية بالشكل ده. بعد كده بزود شوية زيت وبعجنها تاني. انا خلاص خلصت وسبت العجينة ارتاحت شوية، وبدأت ان انا دلوقتي اشكل العجينة واحشيها بالسبانخ باللحمة المفرومة. وعلى فكرة بتبقى ريحتها تحفة جدا، والطعم بيبقى ملوش يعني وصف بجد. لو حد مش بياكل السبانخ ممكن بالطريقة دي ياكلها، يعني انا زوجي ما كانش بياكل السبانخ خالص بس بالطريقة دي حبها. انا عملت شكل المثلث دوت، بتبقى شكله حلو في الاخر، مجرباه قبل كده. انا محضرة صينية وحط عليها ورقة زبدة، وحطيت عليها على طول اللي بعمله وبحطه على طول. اللي قدامكم بيلمع على الرخامة من شوية ده كان الزيت، لان انا حطه بغبس بيه بدل ما اغبس بدقيق. بعد كده رشيت موتزاريلا على الوش وحبة البركة. انا طبعا بكون مسخنه الفرن دلوقتي على درجه 180. اول ما الفرن يسخن واخلص انا هدخل الصاج ده على طول في الفرن وهنشوف مع بعض اما يطلع. انا عملت كذا شكل بالعجينه، عملت مثلثات وعملت زي العيش الفينو كده.
بس شكل مختلف، هنشوفه مع بعض. هسيبكم تشوفوا الطريقة اللي أنا عملت بيها. انا كده خلصت كل الحشو والشكل النهائي ده اللي قدامنا، هو جميل جدا والعجينة هشة وجميلة، بس انا مطلعاها مش متحمرة جامد، يعني انا حبيتها كده في الوقت ده عشان كنا عايزين ناكل. بس العجينة حلوة والريحة كانت تحفة، ومن جوه الحشوة كانت يعني دايبة في بعضها. وكده بشوفتوا الشكل النهائي، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.